بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أريد أن أركز على أن مسألة التقييم خاصة فيما يتعلق بقضية التشغيل كانت تكتسي صعوبة كبيرة، لا سيما وقد قاربناها في مرحلة انتقالية صعبة للغاية، وفي إطار حكومة كانت عرضة لضغوطات غير مسبوقة في حقيقة الأمر. فترة انتقالية يحلو لي أن أعرفها كما عرفها الفيلسوف هايدغر عندما تحدث عن اللحظة الصفر، فقال: المريض يحتضر والمولود لم يولد بعد. وفي الحقيقة هذه هي المرحلة الانتقالية، لأن نعيش في منظومة قديمة لم تلفظ أنفاسها بعد، وننتظر مولوداً لما يأتي إلى حد الآن، ونتمنى أن يكون مولودا ديمقراطيا سويا. وفي إطار الحديث على مسألة تقييم السياسات العمومية فيما يتعلق بقضية التشغيل، أعتقد أن هنالك مسائل توقيفية على معنى الإجراءات الجزائية والإجراءات المدنية في القضاء التونسي، أي المسائل التوقيفية دي كاسيون بريجوديسيال التي يجب أن نجيب عنها قبل الخوض في مسألة التقييم. ولدي في الحقيقة تحفظ على إدراج مسألة التشغيل في مجال السياسات الاجتماعية، لأن هذه تقديم على شاكلة المسلمات الإقليدية، ويجب أن نمارس بعض الدهشة أمام هذه المسلمة الإقليدية كما يقول أفلاطون. هل أن التشغيل هو قضية اجتماعية؟ هل أن وزارة التشغيل يجب مثلا في تونس أن تقارب مسألة البطالة في إطار سياسة اجتماعية؟ هل أن حل قضية البطالة هو حل اجتماعي أم هو حل اقتصادي؟ أم أن على هذه الوزارة أن تكون في نفس الوقت مهتمة بالجانب الاقتصادي لقضية البطالة والجانب الاجتماعي؟ وهل لها الوسائل التي تمكنها من ذلك؟ وترجم كل هذا في الفترة السابقة وفي حتى في حكومة السيد حمادي جبالي في إطار ذلك اللغط الكبير الذي شاهدناه في وسائل الإعلام حول قضية هل أن وزارة التشغيل تشغل أو لا تشغل، وهي في حقيقة الأمر تساؤلات مشروعة. يعني أن التقييم هذا، نتحدث عن تقييم السياسات العمومية في مجال التشغيل ونحن لا نعلم أصلا هل أن هذه الوزارة تشغل أم لا، هل أن مقاربة القضية التشغيلية أو البطالة هي مقاربة اجتماعية أم هي مقاربة اقتصادية. فالحقيقة أخشى أنني سأقدم لكم تساؤلات أكثر مما سأعطيكم إجابات في هذا الإطار. النقطة الأولى التي سأركز عليها: من يقوم بالتقييم؟ هل أن التقييم يأتي من داخل الإدارة إذن وهو تقييم داخلي، أم أنه تقييم خارجي من خارج الإدارة إذن، أم أنه تقييم داخلي وخارجي؟ وفي هذه الحالة هل هنالك أطر للتنسيق بين التقييم الداخلي والتقييم الخارجي؟ بالنسبة للإدارة وحسب خبرتي البسيطة في هذا المجال، أستطيع الجزم بأنه لا توجد في الإدارة التونسية في حقيقة الأمر فلسفة ولا منهجية تعتني بالتقييم، لأن هذه الفلسفة ومنطق التقييم يتناقض في حقيقة الأمر مع مسألة مهمة، يتناقض مع الإطار القانوني المنظم للوظيفة العمومية في تونس للأسف الشديد، وهو النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية الذي يرجع عهده إلى أواسط الثمانينات من القرن الماضي، والذي لا يتحدث البتة عن تقييم، وهو نظام يرتكز على التسلسل الآلي في الترقي والتدرج في الوظيفة العمومية دون العناية بكفاءة الموظفين، وهو قانون على طرف نقيض في الحقيقة مع فلسفة التقييم. كلنا نعلم في تونس وأنه نجم يكون عندنا زوز مديرين عامين بجنب بعضهم يفصلوا بينهما حائط
إذا مرت مدة زمنية معينة يمكن للمديرين أن يطالب بالترقية بالرغم من أن أحدهما يشتغل والآخر لا يشتغل البت. فكيف يمكن أن نتحدث عن تقييم والحال أن هذا النظام الأساسي للوظيفة العمومية هو نظام أكاد أقول بأنه نظام قراوسطي تجاوزه الزمان ولم يعد يصلح لهذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد، وهو متناقض تماما مع كل محاولة للتقييم. ولكن هنالك بعض التقدم الذي وقع إحرازه في هذا الإطار عبر إقرار ما يسمى بالميزانية، ميزانية التصرف حسب الأهداف. ولكن لا أعتقد أن هذا التمشي يمكن أن ينجح في ظل وجود نظام أساسي عام للوظيفة العمومية متخلف ومتناقض أيضا مع هذا التمشي الذي يتعلق بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف. بالنسبة للتقييم الخارجي الآن إن وجد، عندما نتحدث عن تقييم خارجي لقضية السياسات العمومية في مسألة التشغيل، ولن أقول بأنها سياسات اجتماعية لأنني لست موافقا على هذا التمشي، فهذا التقييم يمكن أن يكون من طرف المجتمع المدني بما هو مجموعة من الهياكل الوسيطة دي ستركتور انترميديير. ولكن هنالك مشكلين اثنين يحولان دون هذا التقييم الخارجي. الإشكال الأول هو أن هنالك في تونس اليوم انزياح على مستوى المجتمع المدني وسوء فهم لدور المجتمع المدني، بحيث أصبحنا، وأنا كوزير وربما السيد جمال يؤكد هذا والسادة الوزراء سي محمد سلمان أو السيدة شهيدة ينجم يوافقوني على هذا، أنه أصبحنا نتعامل مع بعض الأطراف في المجتمع المدني وكأن المجتمع المدني له سلطة القرار وهو الذي يقرر بدلا عن الدولة، والحال أن المجتمع المدني هو هيكل وسيط بين المواطن والدولة، يتناقش مع الدولة، يقترح على الدولة، ولكنه لا يقرر بدلا عن أجهزة الدولة. وبالتالي هذا الفهم الخاطئ لدور المجتمع المدني يمكن أن يقف عائقا أمام مصداقيته في التقييم. المسألة الثانية هو هذه الطفرة على مستوى المجتمع المدني في تونس، وهو أمر جيد بالنسبة للديمقراطية، ولكن لاحظنا أنه أغلب الجمعيات ليست لها الكفاءة في الحقيقة، ليست لها الكفاءة التي تسمح لها ربما بتقييم السياسات العمومية، وليس هنالك أطر أيضا في تونس تسمح للمجتمع المدني بأن يكون شريكا في اتخاذ القرار داخل الإدارة. هذا هو الإشكال، يعني المجتمع المدني سيقيم شيء لم يكن مشاركا فيه، وهذا ربما سيسبب اختلالا منهجيا وعلى الأقل بعض الإشكاليات على مستوى التقييم، فضلا على أنه إلى حد الآن لا توجد هياكل يمكن لها أن تنسق بين ما يمكن أن نسميه تقييم رسمي للسياسات العمومية والتقييم بين ظفرين المدني للسياسات العمومية. ليست هنالك أطر واضحة ومهيكلة قانونيا على الأقل تسمح بمثل هذا التلاقي البناء بين الإدارة التونسية وبين المجتمع المدني. إذن النقطة الأولى من يقوم بالتقييم. النقطة الثانية على أي أساس نقيم؟ سنقيم بطبيعة الحال وفقا لأرقام ومعطيات وإحصائيات تصدر بالأساس على المعهد الوطني للإحصاء بالنسبة لمسألة البطالة. تعلمون جيدا أنه انطلقنا في تونس منذ انطلاق الثورة بنسبة بطالة مرتفعة جدا 18.9%، اليوم هي في أواخر سنة 2013 15.3%، يعني هنالك تراجع كبير لنسبة البطالة بالرغم من أن الظروف لم تكن ملائمة في الحقيقة لمثل هذا التقهقر الملموس. ولكن لاحظنا، وأنا شخصيا كوزير للتشغيل سابق لاحظ، أن هنالك جدل كبير على مدى مصداقية هذه الأرقام حتى وإن كانت أرقام تقدمها جهة رسمية لا تخضع للسلطة المباشرة لوزير التشغيل،
المعهد الوطني للإحصاء، وطلعنا بعض الخبراء وأشباه الخبراء بأرقام غريبة من قبيل أن تونس فيها 2 مليون عاطل عن العمل، وأن نسبة تفهم التشكيك في هذه الأرقام التي يقدمها المعهد الوطني للإحصاء لسببين. السبب الأول أنه سبب ثقافي، لأن التونسي فقد ثقته في الأرقام الرسمية، لأن الأرقام الرسمية كانت دائما تستعمل من طرف النظام بن علي من أجل تزيين وتلميع صورة النظام، واتضح بالكاشف فيما بعد أن كل هذه الأرقام هي كانت أرقام يعني غير دقيقة، حتى نكون غير متحاملين كثيرا، ولكن هي كانت أرقام تجانب في الحقيقة مجانبة كبرى واقع الحال في تونس. والسبب الثاني هو سبب أكثر منطقية، هو أنه لدينا في تونس اليوم 42% من النشاط الاقتصادي هو نشاط موازي، وهي نسبة كارثية في حقيقة الأمر. وإذن لدينا عدد كبير من الأشخاص الذين يعرفون أنفسهم على أنهم عاطلين عن العمل، والحال أنهم يشتغلون ولديهم مصدر دخل. وبالتالي هذه الأرقام التي يقدمها المعهد الوطني بالإحصاء لا تأخذ بعين الاعتبار حجم الاقتصاد الموازي والنشاط الاقتصادي الموازي الذي هو غير مهيكل وغير معروف، وليست لدينا معطيات ثابتة حول هذا. ناهيك على أن وزارة التشغيل أيضا ليس لها في الحقيقة الآليات التي تمكنها من أن تكون لها نظرة دقيقة على واقع سوق الشغل، لأن الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل وهي تتبع وزارة التشغيل لا تقوم بالسيطرة إلا على 30% في الأقصى من عمليات التشغيل في تونس. 70% من عمليات التشغيل في تونس هي خارج الأطر الرسمي. لماذا؟ لأنه في تونس هنالك اختلال كبير على مستوى مدى قدرة الدولة على تشجيع العاطل على العمل على التسجيل في مكاتب التشغيل، وهي مسألة يعني معقدة لن أخوض فيها نظرا لضيق الوقت. أخيرا النقطة الأخيرة، كيف نقيم؟ هل نمأسس هذا التقييم؟ هل يكون في إطار مؤسسة؟ من يكون فيها؟ هل تكون فيها جهات رسمية وجهات مدنية؟ وإن كان سنفتح الباب للمجتمع المدني لربما الدخول في هذه الهيكلة، من هو المجتمع المدني؟ من هي الجمعيات التي سنخول لها الدخول في هذه الهياكل؟ لأنه عنا اليوم في آخر إحصاء 16,000 جمعية، على أي أساس أختار الجمعيات التي ستقوم بالتقييم مع الدولة؟ يعني ستطرح مسألة المشروعية ودولا دو لا ليغاليتي يا اون كيسيون دو ليجيتيميتي كي فاسبوزي دومبلي. دونك من هي هذه الجمعية؟ ثم السؤال الأهم، هل أن الفترة الانتقالية هي الفترة الأنسب للحديث عن تقييم؟ وأنا أقول هذا عن تجربة، لأنه أي وزير في أي حكومة انتقالية هو يدخل إلى وزارته كما يدخل الكراد إلى الانتخاب الباب، يعرف متى يدخل ولكن لا يعرف متى يخرج، يمكن يخرج من بعد شهر، من بعد شهرين، من بعد 10 أشهر. من هو الوزير الذي لديه هذه المقروئية الزمنية حتى يمكن له أن ينخرط في عمليات تقييم أو أن يرسي منظومة للتقييم داخل وزارة؟ أعتقد أنه ربما يكون من الأفضل في هذه الفترة الانتقالية البحث عن والتفكير في آليات، ولكن تنفيذ هذه الآليات ووضعها فعليا على أرض الواقع وتجسيدها لا يمكن أن يكون إلا تحت راية حكومة منتخبة ومستقرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية. على كل هذا رأيي الشخصي، وربما أكون مخطئ في ذلك، وشكرا على الانتباه.